محمود بعد. تتذكر لما قلت لك حنكون مع أصيل أول كلمة شو قلت لي عليها؟ طبعا خوش بنية. أكيد طبعا. هذا شيء مو أنا أحكي، العالم يحكونه والناس المقربين إلها يحكوها والوسط الفني يحكي. صراحة يعني ليش خوش بنية؟ خوش بنية لأن أنا أعرف أصيل هميم جزية ما تعرف عني شيء، بس أنا أعرف عنها لأن أعرفها وأعرف والدها. تحياتي إلى الفنان الراقي الكبير الله يحفظه إن شاء الله، اللي علمها أحلى تعلم. وصراحة دنشوف هذه أصيل الفنانة الراقية دائما، واختيارها صحيح للأغاني. حافظ لها أغاني بعد أنت؟ أي طبعا. بس هي ما حافظة أغاني. لا حافظة. وين راح أضعها؟ جينا سجلنا بالغدا ما حافظت له مغني بعد شو قالوا لك؟ شو حافظتي له؟ هات شو حافظتي له؟ أشمك حبيبي وموت. ما لك حافظة غيرها؟ لا حافظة. تدرون ايش قال لي؟ أنا اختلف عني. نغني لك إياها بعد شوي. وانت شو حافظ لها؟ انا هواي حافظ لها. انا عارف. مين برايك رومانسي اكثر من الثاني، انت ولا هو؟ شنو برجك؟ انا برج الدلو. ليش سالتي على البرج؟ ما ادري، خطر ببالي يعني، احب اعرف. قبل شوي كانت طبعا اللي يعني الوالد، ما بعرف اذا الاصيل ولدت ومعها موبايل، الايام ما كان في موبايل لانه ما كانت تتركه ولا تحكي معنا ولا فاضيه تحكي ولا على مودك، لان الناس وين على مودك؟ احنا لو ما صفاء اخذ لك الموبايل كنا طلعنا فيها. لا شكوا بيها بس نركز شوي. انت شو وسطك مع السوشيال ميديا 24 ساعه؟ شنو شكوا بيها؟ شكوا بيها بس إذا بس مرة تحضني تعال ولا الله سوي شكو فيه. وين تبين توصلين؟ وين تحسي إنه مكاني أنا؟ وين نكون صريحين؟ يعني أنا كل قناعة إنه أنا إنسانة طموحة وأحب طموحي وأحب شغلي أحب مجالي. بس على حسب الظروف. وين تشوفين حالك؟ يعني مثلا اليوم نقول أنا طموحي ما ينتهي، يعني ما إلى الطموح دائما. يعني مثلا اليوم مين عنا التوب بالأسماء الرنانة اللي صوتها حلوة كاسم وحضور وشخصية؟ أنت وين تشوفي حالك؟ أنا أقول لك أحكي لك يعني نجوم كبار عراقيين اللي إحنا، وأنا دائما أقولها أنه أنا أفتخر وأرفع رأسي وين ما أمشي، نجومية كاظم الساهر. حاسة أنه ممكن أوصل أنا هالمستوى؟ أكيد، ليش لا؟ بالاجتهاد. حتى محمود عنده نفس الإحساس. أكيد اليوم ليش لا؟ أكيد شيء أكيد. ما يقولوا عنكم هذا غرور؟ لا مو غرور، بالعكس هذا غرور. هذا طموح. يعني هذا حلم، طموح واحد يحبه، ثقة بنفسه. أنت ذكرتي كاظم وأحيانا تذكري ماجد وحدة، بس ما في حدا نساء مثلا؟ في أكو هواية ناس. أنا يعني أحب شيرين، أموت على إحساسها. أحب شيرين مو عراقية يعني كعراق يعني قصدي الأسماء العراقية الشابة كعراقيات ذكور. إيه مثلا عنا كاظم، عنا ماجد، عنا وليد، عنا أسماء كثير، بس سيدات منو؟ كابو. إحنا ما يعني ما ماجد. أجاوبك أنا؟ إيه جاوبني. إيه يعني كفنانات يعني عراقيات. إيه عراقيات. عندنا أصيل هميم. ما إحنا عندنا تحياتي الرحمة رياض، فنانة ما شاء الله راقية وصوت، ووالدة يعني أبوها رياض أحمد، وحضورها حلو. حضورها حلو وصوت يعني حلو ما شاء الله عليها. حلو كتير ولا أي يعني حضورها فنانة. حلو فنانة أنا أحبها الصراحة. يعني إحنا عدنا كفنانات عراقيات أصيل هميم ورحمة رياض، والباقي ولا ما شفت الصراحة. الصراحة ما شفت يبو.